رحيم، إن شاء الله النهاردة نتناقش مع بعض المحذوف بالنسبة لمادة الماس من كتاب المدرسة معانا يونت 9، حذف منها ليسون 2 استيميشن برودكت اوف فريكشن اند ميكس نمبر بيج 49، وعندك بيج 54، بيج 58، بيج 67. هنا multiplying فريكشن باي فريكشنز، و multiplying ميكس نمبرز، ستوري بروبلمز انفولفينج فريكشن از ديفيجن. بالنسبه ليونت 10 ليسون 1 كاتيجوري اوف شيبس بيج 79 كاتيجوري خلاصه الحذف، وهنا ليسون 4 كالكوليتنج اريا ويز فريكشن دايمنشنز. ليسون اللي معاه ليسون 4 بيج 93، ده من كتاب المدرسه. وهنا برضو ليسون 9 فروم باترنز تو بوينتس بيج 114، انتربريتنج ريل وورلد جرافس بيج 123. ليسون 1 دي بقى ال 11 اتحذف منها بيج 129 138. هنا ملتبلاي دايمنشنز واستيميتنج اند ميجرنج فوليوم. بالنسبه للبيج اللي بعدها 156 ليسون 7 فايندينج ذا فوليوم اوف كامبون شيبس، ليسون 9 بيلدينج 3 دايمنشنز سيتيز 162. ده بالنسبه لاتحذف الماس بالنسبه لجريد 5. بالنسبه لمعاه كتاب المعاصر يعلم معايا برضه، يفتح الدليل اللي في اول الكتاب ويعلم اللي انا معلم عليه اصفر ده اللي هو استيميتنج برودكت اوف فريكشن اند ميكس نمبر 89، وهنا multiplying friction by frictions 98، وهنا lesson 5 to 7 multiplying mixed number multiplying mixed، وهنا concept 2 يعلم على study problems involving friction and division ده محذوف. بالنسبة لunit 10 يعلم برضو على الأصفر ده، عندك هنا category of shapes ده اتحذف، calculating area with friction dimension بيج 152 ليسن 4 معانا اتحذف ده. وشهر مارس هيكون لحد هنا، يعني ده متحدد عليه ده لحد شهر مارس بس في الامتحان لحد 163، تمام. لكن الاجزاء اللي عليها اصفر دي محذوفه. طيب بالنسبه بقى الكونسبت 2 الباترنز 2 بوينتس 175 بيج دي ده اتحذف، وهنا ليسن 11 يبقى ليسن 9 ليسن 11 اتحذفوا. ليسن 11 هو بيج 107 ده مكتبه المعاصر يا شباب، interpreting real world GIFs. وبالنسبة لليسون 11 اتحذف منه ليسون 1 multiply dimensions page 207، وهنا ليسون 3 estimating and measuring volume ده اتحذف عليه اصفر، كل ده محذوف. وهنا من concept 2 ليسون 7 finding the volume of compound shapes 226 page دي محذوفة، وليسون ده محذوف. هنا building 3 dimensions cities 239. بالنسبة للطلبة اللي معاهم كتاب العربي الماس الرياضة بالعربي يعلم برضو، يفتح كتاب المدرسة ويعلم الدرس الأول فئات الأشكال الهندسية بيج 79، الدرس الرابع حساب مساحة الأبعاد تحتوي على قصور صفحة 39، والدرس التاسع من الأنماط إلى النقاط صفحة 114، والدرس الحادي عشر تفسير رسوم بيانية من الحيوانية صفحة 123، الوحدة 11 اتحذف منها أبعاد متنوعة الدرس الأول صفحة 129، والدرس الثالث تقدير الحجوم وقياسها تقدير الحجم وقياسه صفحة 138، الوحدة التاسعة هنا الوحدة التاسعة اللي فاتت كانت كنا بنتكلم عن الوحدة العاشرة، كنا بنتكلم هنا عن الوحدة العشرة والحداشر، كنا المفروض نقول التاسعة الأول. طيب نرجع كده مع بعض، الوحدة التاسعة هيت اتحذف منها الدرس التاني تقدير ناتج ضرب الكسور الاعتيادية في الأعداد الكسرية صفحة 49، والدرس الرابع ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي صفحة 54، الدرس السادس ضرب الأعداد الكسرية صفحة 58. المفهوم بقى 2-9 عمليات قسمة تتضمن أعداد صحيحة وكسور وحدة. الدرس يعني اللي اتلغى من المفهوم ده الدرس العاشر مسائل كلامية، ده معلم عليه بالاصفر بس اللي ده هو ده اللي ايه اللي اتحذف، تمام. يعني كل الاصفر قدام حضراتكم ده
ده المحذوف. تمام، يبقى دي كده الوحدة رقم 9. نرجع تاني الوحدة 10 عشان نمشي بالترتيب كده. الوحدة 10 خلاص اللي عليه أصفر، نرجع لمراجعة سريعة بس اللي اتحذف. نعلم على صفحة 79 وصفحة 93 وصفحة 114 صفحة 123 صفحة 129 صفحة 138. وبعدين بقى الوحدة 10 11 اهيت، الوحدة الحالية 10. تمام، هنا الوحدة 9 اتعلمنا عليها خلاص، الوحدة 11 صفح بالترتيب، مش بالترتيب. صفحة 79 صفحة 93 صفحة 114 صفحة 123 صفحة 129 صفحة 142. وبعدين صفحة لها دور 156 و162، ده المحذوف بالنسبة لسنة 5.